مشاهدينا أهلا بكم. قبل قليل من يومه الاثنين أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 326 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس في المغرب 17562 إصابة إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء خلال نفس المدة، ليرتفع عدد متعافين من الفيروس إلى 15132 شخص، في حين ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ل 270 وفاة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. كيف تبعتيوا معنا مشاهدينا اليوم خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 326 حالة إصابة وثلاث حالات وفيات و211 حالة شفاء. وبالنسبة للعدد الإجمالي منذ بداية الوباء في ثاني من شهر مارس الماضي، بالنسبة للإصابات 17562، وبالنسبة للشفاء 15162، وبالنسبة للوفيات 276، تغمدهم الله بواسع رحمته. إذا المشاهدين مزيدا من اتخاذ الحيطة والحذر، مزيدا من اتخاذ تدابير احترازية اللي أمرت بها السلطات، أننا نستمر على وضع الكمامة، تعقيم اليدين والتباعد الجسدي. هاد الأمور ثلاثة خصها تدخل في العادات ديالنا باش هكا نتفاداو أي عدوى وما ندخلوش لا قدر الله في أي كارثة. وبالنسبة لعد الناس أو المتتبعين اللي عاد التحقوا بنا، نعاود قراءة البلاغ. بحيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 326 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك حصيلة الإصابات بالفيروس بالمغرب 17562 إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم الاثنين. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 211 حالة شفاء خلال نفس المدة، ليرتفع عدد متعافين من الفيروس ل 15132 شخص، حين ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ل 276 وفاة بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، تغمدهم الله بواسع رحمته. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية، بكل وطنية ومسؤولية. الاخ المدني في التعليق ديالو كيقول لك للاسف بعض البيضاويين يتجولون بدون وضع الكمامات، وهذا هو النداء ديالنا. كنتمنوا ان الجميع يكون مسؤول، اننا ما ناخذوش هذه الامور باستهتار. راه ماشي انا دخلنا في المرحله الثانيه من تخفيف اجراءات الحجر الصحي صافي نقولوا راه ما كاينش الوباء، راه ما بقاش الوباء. لا، المرض كاين وخصنا نتعايشوا معاه، وباش نتعايشوا معاه خصنا ناخذوا جميع الاحتياطات ديالنا، نخافوا على راسنا، على وليداتنا، على العائلات ديالنا. راه ممكن انا يجيني المرض ونقدر ان عندي المناعه ونتشافى منه، ولكن الا ديتو الوالد ديالي ولا الوالده ديالي او الجار ديالي اللي كبير او لا فيه سرطان، لا قدر الله لا ممكن يكون سبب في الوفاه ديالو. فبذلك كنا نكونوا مسؤولين وما نستهتروش بهذه المساله. مشاهدينا هذا كان آخر مستجد بخصوص جائحة كورونا. نلقاكم إن شاء الله في موعد آخر بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.